في زمن تسريحات من وظائف التكنولوجيا يبقى هناك أناس في أمان. من هؤلاء؟ هم الحرفيون والعمال المهرة. بريطانيا مثلا التي تشهد أزمة اقتصادية كشفت أرقام من كونفدرالية العمل والتوظيف أن عجلة الإنتاج مهددة بسبب شغور ملايين الوظائف من العمال في قطاعات مختلفة وسط دعوات لتسهيل هجرة اليد العاملة إلى بريطانيا. الدنمارك أيضا أعلنت عن قائمة وظائف جديدة لشغل آلاف الوظائف وفتحت باب التأشيرات والهجرة للحرفيين، بينما في ألمانيا كشف اتحاد أصحاب المهن الحرة أن نقص العمال المهرة تسبب في مشكلات لدى العديد ممن يعملون لحسابهم الخاص. نسمع في الآونة الأخيرة كبرى الشركات التكنولوجية والعالمية تسرح الموظفين، هل بالفعل يمكن القول أن المهن الحرفية باتت البديل الأفضل اليوم في زمن الأزمات الاقتصادية والمالية؟ صحيح سهام، خصوصا الآن يعني مثل ما قلتي مش بس شركات التكنولوجيا، يعني على سبيل المثال أمازون تسرح 18,000. اليوم البنوك أيضا بلشت بالتسريح بسبب بوادر الأزمة المالية، يمكن جولدمان ساكس أو أحد البنوك الأخرى أعلن عن تسريح أكثر من 3,000 موظف. بالفعل هناك تسريحات كبيرة في القطاع المهن الأخرى. الآن بالنسبة للمهن الحرفية هي أشياء دائما نحتاجها، يعني دائما أنت تحتاجين سباك، دائما تحتاجين كهربجي ليجي يسوي لك، دائما تحتاجين صيانة. فيعتمد أيضا بأي مكان، بالفعل خصوصا في الأردن، أنا أهلي عايشين في الأردن وكان يجينا سباك بالأول قبل سنتين كان يأخذ على الإنسبكشن أو الزيارة 10 دنانير ما يعادل تقريبا 50 درهم أو 50 ريال، اليوم يأخذ دبل بالضبط بعد سنتين 20. وحتى تشوفين شايل شنطة مثل دكتور ومرتب ولابس وكذا، مش الفكرة اللي في بالنا. وطبعا في أوروبا هذا الشيء بعد أكثر، يعني هناك مش واحد صلح لشي خلص صار سباك أو صار كهربجي، لا هناك في شهادات معتمدة ما يقدر يشتغل أي من هذه الشغلات، تدريب ودراسة ومعاهد متخصصة ونقابات متخصصة تحميهم، وفي بنش معين للأجور. خصوصا في أوروبا مثل ما قلنا، يمكن البارحة كنا نتكلم في نيويورك، أو أوروبا البنية التحتية متقدمة، يعني كلها بنايات قديمة تحتاج إلى الكثير من الصيانة فازدهرت. وأيضا من الأشياء اللي أثرت على أعمالهم وعلى مدخولهم ورواتبهم أنه زاد الطلب عليهم، خصوصا في فترة كورونا فما بعد، لأنه أحجم الكثير منهم عن العودة إلى سوق العمل لما كانوا يأخذون المعونات سواء بأوروبا أو المعونات الحكومية أو بأمريكا، فيقول لك خلص أنا أقعد في البيت أشتغل. يعني في بريطانيا ذكرتوها بالتقرير، وصل الأمر إلى الاستعانة بالسجناء كقصابين في ملاحم الدجاج والخرفان وإلى آخره. فكان الأمر بهذا السوء أنه كان هناك نقص، لذا زادت أجورهم بعد أكثر من السنوات اللي قبل.